بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد، وبإذن الله سوف نعرض لكم في هذا الفيديو الأسئلة المتوقعة في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي العام. إن شاء الله بإذن الله الأسئلة دي هتكون من الوحدة الأولى وحتى الوحدة التاسعة من إعداد مستر محارب حميدة محمود. وبالمناسبة المراجعة دي اتنشرت في جريدة الجمهورية، وجريدة الجمهورية اللي نشرت امتحان اللغة العربية اللي بنسبة 80% جاء منه الامتحان. أترككم مع مشاهدة الأسئلة، وبالمناسبة كل الإجابات في آخر الفيديو، وتتمنى لكم قناة الإبداع للبرمجيات النجاح والتوفيق.